والقلوب تتسلل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان وتنقص ما فيها من دين وطاعة لله سبحانه. ولهذا فإن من الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الأدواء التي تصيب القلوب فتسقمها وتمرضها. وكما أن الأبدان تمرض فإن القلوب فإن القلوب تمرض مرضا أشد من مرض البدن. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمراض عديدة تصيب القلوب وتتسلل إليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها أصابت كذلك الأمم السابقة قبلنا. نعم، القلوب تصاب بأدواء وأسقام وأمراض، والقلب لا يرى ما فيه، ولكن يرى آثار ما في القلب وتأثير القلب على البدن، هذا الذي يرى، تأثيره على لسانه وتأثيره على جوارحه استقامة أو اعوجاجا. والقلب يصاب بأدواء كثيرة، هذه الأدواء مضرتها على القلب أشد من مضرة الأدواء التي تصيب البدن، أشد من مضرة الأدواء التي تصيب البدن. والناس كلهم في الغالب الأعم يهتمون اهتماما بالغا في معالجة أدواء البدن، اتخاذ الأسباب والوسائل للشفاء منها والسلامة. وأدواء القلوب أهم وأولى بالعناية. إذا كان في القلب حسد أو فيه غل أو فيه حقد أو فيه سخائن أو فيه ما هو أشد من ذلك النفاق وغير ذلك، ينبغي على المرء أن يعمل على مداواته ويعتني بذلك أشد من عناية بمداواة بدنه. والقلوب لها أدواء كثيرة، ولها دواء أيضا تعالج به تلك الأدواء، وكل ذلك جاء مبينا في الكتاب والسنة.